موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم حتى كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله، وقوله بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، يقول بل كذب هؤلاء بالقرآن ولم يفهموه ولا عرفوه ولم يأتهم تأويله، أي ولم يحصلوا ما فيه من الهدى ودين الحق إلى حين تكذيبهم به جهلا وسفها. كأن ابن كثير رحمه الله فسر التأويل على الفهم الذي هو قريب من معنى التفسير، وقد ذكرنا تفسير ابن جرير وهو الصواب في معنى الآية، وهو أنه لما يأتيهم بعد بيان ما يقول إليه ذلك الوعيد. التأويل بمعنى ما يقول إليه الكلام في حاله الثاني، وهو وقوع المخبر به في هذا الموضع، وقد أخبرهم الله بعذابهم في النار وهزيمتهم كذلك في الدنيا. ولما يأتيهم تأويله لم يحدث ذلك بعد، كما قال تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. يقول الذين نسوه من قبل يعني حين يأتيهم تأويله، يعني حين يقع ما أخبر الله به، وليس حين يأتيهم تفسيره، هذا ليس يستقيم الكلام. وهنا أيضا كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، لأنهم لم يعلموا ما في القرآن، لم يدروا حقيقة ما تضمنه، أو لم يحيطوا بعلمه مما أنزل الله عليك في هذا القرآن من وعيدهم على الكفر، يعني لم يعرفوا حقيقة أو معاني الحقيقية لما لم يحيطوا بعلم ما في القرآن من الوعيد عليهم. ولما يأتهم وقوع ما أخبر الله به من هذا الوعيد،
وقول ابن جرير أظهر وأصوب بأن الآية لا تستقيم على معنى الفهم في كلمة تأويله، لم يحصلوا ما فيه من الهدى ودين الحق، ليس كذلك، بل لما يأتيهم تأويله لما يقع بعد ما أخبر الله به من هلاكهم وعذابهم، أنهم لم يحيطوا علما به هي التي فيها لم يدركوا ما فيه من ولم يعلموا ما فيه ولم يحيطوا علما بما فيه من أنواع الأخبار والوعد والوعيد والإيمان، كما قال عز وجل: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. اسمعوا الكلام وهم عرب، وبعدين يقولوا إيه، هو كان بيقول إيه نتيجة الإعراض. تلاقي واحد قاعد سرحان في الخطبة، وبعدين يقولوا له الإمام كان بيتكلم في كده، يقول لهم هو كان بيقول إيه، كانش هنا، ما هو كانش موجود، لأن هو وكذا في الدرس. فكان الكفار والمنافقون يستمعون القرآن كما في الآية بعدها مباشرة: ومنهم ما يستمعون إليك. أفأنت تسمع الصم، يعني أفأنت تفهم هؤلاء الذين أصاب قلوبهم الصمم. فهذا عندهم سماع الحاسة بس ما عندهمش سماع الايه، الفهم. سنذكرها، لكن هنا المعنى: لما يأتيهم تأويل لما يقع ما أخبر الله عز وجل به. كذلك كذب الذين من قبلهم، أي من الأمم السابقة، مثل تكذيبهم بأنهم لم يحيطوا علما بما قالت لهم الرسل عن الجنة والنار، ولما رأوا ذلك لم يحدث بعد كذبوا به. يعني لماذا كذبتم؟ انت تعرف منين ان ده مش هيحصل بكرة وبعده؟ ليس الا الاعراض والتكذيب المحض بلا دليل، ان محدش ادرك ما في المستقبل عشان يقول ايه لا مش هيحصل، وانتوا كنتوا تملكوا البداية حتى تملكوا النهاية. لم تملكوا بداية وجود العالم ولا وجودكم، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذ المضلين عضدا. وكذلك يبعثون قهرا، فالله قاهر فوق عباده. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، أي فانظر كيف أهلكناهم بتكذيبهم رسلنا ظلما وعلوا وكفرا وعنادا وجهلا. الجهل هنا جهل الناشئ عن الإعراض، الجهل بعد بلوغ الحجة، فلا يكون عذرا مقبولا، لا يقبله الله منهم بل يعاقبهم على هذا الجهل. الإنسان اللي وصلته الحجة وجهل بعد ذلك وظل غير فاهم ولا عالم بما أوجب الله عليه علمه، فإن الله يعاقبه على جهله. فاحذروا أيها المكذبون أن يصيبكم ما أصابهم. وقوله تعالى: ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين، قال أبو جعفر ابن جرير الطبري رحمه الله، يقول تعالى ذكره: ومن قومك يا محمد من قريش من سوف يؤمن به، يقول من سوف يصدق بالقرآن ويقر أنه من عند الله، ومنهم من لا يؤمن به أبدا، يقول ومنهم من لا يصدق به ولا يقر به ولا يقر أبدا، وربك أعلم بالمفسدين، يقول والله أعلم بالمكذبين منهم، بالمكذبين به منهم الذين لا يصدقون به أبدا،
أعلم هو عز وجل بهم من كل أحد، لا يخفى عليه، وهو من وراء عقابه. هو عز وجل ينتظرهم بالعقوبة، هو سبحانه وتعالى سوف يمرون عليه وهو لهم بالمرصاد. هو من وراء عقابه، يعني هو الذي يتولى عقاب المفسدين، يتولى عقاب المفسد. فأما من كتبت له أن يؤمن به منهم فإني سأتوب عليه. سبحان الله، هذه الآية من الآيات المكية نزلت وعامة الناس يكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، وعامة قريش يكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم هدى الله عز وجل إلى الإسلام كما أخبر. وهذا من معجزات القرآن، حتى كان من رؤسائهم وقادتهم العسكريين، كان أبو سفيان من رؤساء قريش وآمن وأسلم، وعكرمة ابن أبي جهل آمن وأسلم وحسن إسلامه وجاهد في سبيل الله، ومعاوية ابن أبي سفيان، وكان يعني كذلك من قادة المسلمين يعني وأمرائهم، وكذلك كان خالد بن الوليد وعمرو بن العاص، وكانوا من السادة والكبراء فيهم والمقاتلين، وقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، ثم هداهم الله عز وجل مصداقا لما قوله: ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به، كأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن المغيرة، سبحان الله، وأبو لهب، من لم يؤمنوا وظلوا على الكفر إلى أن ماتوا. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. فالشرك هو أعظم الفساد، والله عز وجل أعلم بمن تعلق قلبه بالشرك، فوضع الله عز وجل الكفر والشرك في قلبه إلى يوم يلقاه، كما أنه عز وجل أعلم بالمهتدين وهو أعلم بالظالمين. قال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. أعلم بمن يستحق الهدى فيضع فيه الهدى، وهو أعلم بالظالمين فيجعله على الظلم ويجعل الظلم في قلبه، وهو أعلم بالمفسدين، ولذلك ظل قلبهم متعلقا بالفساد بالشرك والكفر والمعاصي حتى ماتوا على ذلك. هو أعلم بخلقه، لا يضع الأشياء إلا في مواضعها، ولا يمن بالإيمان والشكر إلا على من يعلم أنه يزكو قلبه على ذلك ويشكر نعمة الله. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. الناس بتسأل: اشمعنى ده آمن وده ما آمنش؟ وربنا عز وجل الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يقول لك اشمعنى؟ ليه ما هداش ده؟ كأنك بتقول من يعني هو عالم بالأرض التي عنده، ويعلم أن هناك أرض لا تنبت، وأرض خبيثة، وأرض أخرى طيبة. فإذا وضع البذر الطيب في الأرض الطيبة كان ذلك هو الحكمة. لو جه واحد وقال له: أنت ليه ما حطيتش في الأرض الخبيثة اللي ما بتطلعش بذر طيب؟ قال له: أحطه في غير موضعه؟ ما هو لو حطيته مش هتنبت، أنا عارف إنها إيه؟ مش هتنبت. يبقى هذا هو الحكمة، ولا جهل الجاهلين اللي يقولوا ليه ما خلاش، ليه ما وضعش البذر في الأرض، الأرضين زي بعض، مش هتنبت، مش هتنفع.
هو عز وجل أعلم بالمفسدين، وهو عز وجل أعلم بالظالمين، وهو سبحانه أعلم بالشاكرين، وهو سبحانه أعلم بالمهتدين. فبناء على علمه عز وجل وضع الأشياء في مواضعها، قدر المقادير بعلمه وحكمته، وأمر أن تكون وتوجد بحسب علمه سبحانه وتعالى. وما ظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، كما ذكر الآية بذلك بعد: إن الله لا يظلم الناس شيئا، لأنهم إنما عملوا الفساد والشرك والضلال والظلم بإرادتهم، فالله لم يظلمهم. وربك أعلم بالمفسدين، وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. قال أبو جعفر يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم: إن كذبك يا محمد هؤلاء المشركون وردوا عليك ما جئتهم به من عند ربك، فقل لهم: أيها القوم، لي ديني وعملي ولكم دينكم وعملكم، لا يضرني عملكم ولا يضركم عملي، وإنما يجازى كل عامل بعمله، أنتم بريئون مما أعمل ولا تؤاخذون بجريرته. يعني ده على سبيل التنزل، لا تؤاخذون بعملي، هذا في الحقيقة براءة من الشرك وعمل الشرك وبراءة المشركين من الإيمان طالما بقوا على الشرك. يعني ما حدش منهم يصح أن يدعي أنه مؤمن طالما بقي على مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال: أنتم بريئون مما أعمل، لا يمكن أن تكونوا على مثل عملي الصالح، وأنتم مصرون على الشرك، فأنتم منفصلون عن عملي وأنا منفصل عن عملكم، وأنا بريء مما تعملون، لا أوخذ بجريرة عملكم. وهذا كما قال جل ثناؤه: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. هو ده الصحيح، وليس أنكم لن تؤاخذوا بعملي، بل هي المقصود منها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في سورة الكافرون، قال: براءة، إنها براءة من الشرك، براءة من الشرك. فالمقصود التبرؤ، أنتم بريئون مما أعمل، ليس لكم نصيب من عملي طالما بقيتم على الشرك، أنتم منفصلون عن عملي، أنتم لا نصيب لكم من عملي، وأنا بريء مما تعملون. والمعنى أيضا أنه لن يؤاخذوا على سبيل التنزل، مثل قوله: قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. يعني إن افتريته فعلي إجرامي، على سبيل الافتراط، على سبيل التنزل مع الخصم والإنصاف، والله أعلم. وقيل إن هذه الآية منسوخة، نسخها الجهاد والأمر بالمعروف. قال ابن زيد: نسخها الجهاد والأمر بالقتال. قال ابن زيد: وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم. قال: أمره بهذا ثم نسخه وأمره بجهادهم. وابن كثير، ابن جرير رحمه الله، بيّن في مواضع أن هذا لا يصح فيه النسخ، لأنها البراءة من الشرك، فإيه اللي هينسخ من ذلك؟ لأن ولم تتضمن عدم قتالهم، ولم تتضمن ترك الجهاد، لكن لم يكن شرع في ذلك الوقت،
فلما شرع لم يتناقض ذلك مع براءته من المشركين. قال ابن كثير رحمه الله. لا خلاص كده. قال ابن كثير: ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. أيوة، من هؤلاء الذين بعثت إليهم يا محمد من يؤمن بهذا القرآن ويتبعك وينتفع بما أرسلت به، ومنهم من لا يؤمن به بل يموت على ذلك ويبعث عليه وربك أعلم بالمفسدين، أي وهو أعلم بمن يستحق الهداية فيهديه ومن يستحق الضلالة فيضله وهو العادل الذي لا يدور، بل يعطي كلا ما يستحقه تبارك وتعالى وتقدس وتنزه لا إله إلا هو. أقول قولي هذا وأستغفر الله.